قلت المشاركة ديالي كان يحس لي الشرف أنني نشارك معهم اليوم ونكون حاضرة معهم اليوم في هذا الحفل الفني ديالي الطلعيطة بمسرح محمد الخامس بالرباط. وكان بغي نشكر وزارة الثقافة وقناة الأولى وقناة ألدار هي كنشكرها من هذا المنبر. كان لي شرف كبير أنني نكون متواجدة معهم ونكون متواجدة مع هذا الجمهور الكبير اللي كاين في مدينة الرباط. السلام عليكم وتحية المغرب العربي من طنجة الكويرة، وأنا سعيدة جدا بهذا الحفل الكبير. هذه سهرة خاصة بالعيطة، العيطة الزهرية، العيطة الحوزية، العيطة البيضاوية، العيطة العبدية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.